الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله بنستأنف بارت 2 من الاكسترا اورال اكزامينيشن، وهنتكلم فيه على جزء مهم جدا يهم كل طبيب اسنان انه يعرفه، اللي هو التي ام جي. التي ام جي اللي هو التامبروم اندبلر جوينت. الاول عايزين نعمل زي اوفرول ديسكريبشن كده، وبعدين عايزين نعرف لما اجي اعمل اكزامينيشن للتي ام جي ايه هي الطريقه الصح اللي اعمل بيها الاكزامينيشن بتاعي عشان اقدر اوصل للبروبر اند كومبريهنسيف دايجنوستس لاي مشكله موجوده. لما اجي اقول طرق فحص التي ام جي بتشمل انسبكشن، ان انا بلاحظ اي تغير بعيني سواء في لون تيشو او في السايز بتاعه، البالبيشن، ودي تاني طريقة اللي هي باي تاتشنج المنطقة بتاعة التي ام جي او الماسلز اوف ماستيكيشن عشان برضو اشوف لو في اي مشكلة. اسكالتيشن يعني بستخدم ستيثوسكوب عشان اسمع اي ابنورمال ساوند، لو في فريكشن او كريبتس او كده، كل دوت بيتضح بالاوسكالتيشن. سواء انت هتسمع بودنك او هتستخدم ستيثوسكوب عشان يساعدك، الطريقه اسمها اوسكالتيشن. بعد كده ببتدي اتنقل لفحص الماسلز اوف ماستيكيشن، وطبعا انا عندي اكتر من واحده، بس احنا بنركز مينلي على الاربعه دول اللي هم الماسيتر ماسل، لاترال تريجويد، الميديال تريجويد، والتمبوراليس ماسل. الاربعه دول بنبتدي نعمل لهم اكزامينيشن باي بالبيشن، وبرضو الانسبكشن مطلوب عشان لو في اي سويلنج او اي ليجن مأثر في اي مصل منهم هيبان لك في الـ في الـ في الـ سواء في الميكوزا او في الاوفرلاين سكين اللي عليها في الفيسانيتي بتاعته. ثالث حاجه ان احنا نعمل اكزامينيشن للاوكلوزال ريليشن شيب اوف ذا تيث، لانه البالانسد اوكلوجن دايركتلي ريليتد لان يبقى عندك بروبر فانكشنينج تي ام جي. فلو في اي مشكله في الاوكلوزال ريليشن شيب دي بتعمل بيبقى لها تاثيرها السلبي على التي ام جي طبعا. يبقى انا كده ابقى عرفت ايه الطرق اللي انا بتبعها. بهتم الاول بفحص التي ام جي نفسه، بعد كده ببتدي اشوف الماسلز اوف ماستيكيشن، نمره 3 الاوكلوزال ريليشن شيب. طيب لما اجي اقول هعمل بالبيشن للتي ام جي، بعمل بالبيشن للتي ام جي عشان اشوف لو في اي تندرنس او ابنورمال سنسيشن تحت ايدي اثناء الاكزامينيشن، ده بيبقى انديكيشن ان في مشكله ما، سواء في يعني في اي جزء بقى من التي ام جي، سواء في الـ في الـ في الـ في الليجامنتس او في الـ في الـ في المنطقه اللي هي الكارتليج او السكين الاوفرلاينج، كل المنطقه ديت لما بيبقى فيها بين ده بيبقى انديكيشن ان في مشكله عندي في التمبرو مانديبولر جوينت. بعمل البالبيشن اثناء ما المريض قافل بقه واثناء ما هو فاتح بقه، يبقى انا بعمله في الحالتين. ولما تيجي تفتح بق العيان بيبقى ايدك كده بالظبط كانك بتدخل من ورا اللي هي الريمس اوف ذا ماندبل، بتدخل في المنطقه دي كده، بتفتح بق العيان وتبتدي تدخل ايديك في المنطقه دي زي ما هي موضحه قدامك في الصوره. وفي ناس تقول لحضرتك كمان ان انا ممكن العيان يفتح ويقفل كذا مره وانا ايدي جوه الايرز اوف ذا بيشنت عشان بتبقى حاسس بالكوندايل وهي بتتحرك اثناء ما هو بيفتح ويقفل. تحت ايدي لو انا حاسس ان في سويلنج او اي فريكشن او زي ما اتفقنا الريسبونس بتاعه البيشنت للضغط بتاعي، كل دوت داتا بطلع منها وبتدلني في مشكله او ما فيش. المريض لو انا هعمل بالبيشن بحط ايدي فين؟ يقول لحضرتك قدام الاير تريجس زي ما هو موضح في الصور كده بواحد سنتي، تمام؟ المنطقه دي كده
تضغط عليها وبعدين تبتدي تقول المريض يفتح ويقفل وانت ايدك في نفس المكان، او تحط ايدك زي ما هي في الصورة اللي فوق كده كأنك ورا البادي اوف ذا اللي هي الريمس بتاعت الماندبل، او تحط ايدك من جوه الاذن بتاعته. يبقى انا بعمل الثلاث خطوات بالطريقة دي during rest و during clenching و during function. طيب by inspection انا بعمل ايه؟ بتبتدي حضرتك تقف قدام العيان وتشوف الماكسيمم ماوث اوبننج، تقول العيان افتح واقفل كذا مره. اثناء ما العيان بيفتح ويقفل انت بتراقب ايه او ايه المعلومات اللي انا مهتم اعرفها. عايز اعرف الماكسيمم ماوث اوبننج قد ايه، وعشان تتاكد يقول لحضرتك من 3 ل 4 فينجرز بتوع البيشنت يبقوا يقدر يدخلهم، او في ناس تقول لك كده للبيشنت نفسه، او انك تقيس برولر مثلا الرينج بتاعها باي مليمتر بيبقى في حدود من 40 لحد 50 مليمتر، او باي سنتيمتر اقول لك من 4 لحد 5، وفي كتب تقول لك من 4.5 ل 5 او ل 5.5 سنتي. تمام. اثناء ما العيان كمان بيفتح ويقفل انا بعمل ديتكشن للرياكشن اوف ذا بيشنت وهو بيفتح ويقفل. يا ترى العيان بيعمل ديفيشن للماندبل في ناحيه معينه، ولا بيفتح ويقفل والدنيا مظبوطه ومفيش اي ديفيشن ديورينج الفانكشن. لان ساعات المريض لما بيبقى عنده منطقه افكتد بيعمل ديفيشن شويه عشان يتجنب الضغط في المنطقه دي. طبعا لما العيان بيفتح بقه الديسك بتتحرك من مكانها، فعشان يتجنب الضغط بتاع الديسك يروح كانه بيلوح بقه شويه، فانا ممكن برضو انتبه للقصه دي. خلاص. طيب واذا العيان مش قادر يفتح بقه كويس يبقى دي بتبقى علامه بنسميها تريزمس. تريزمس ليها اسباب كتير، ممكن تكون نتيجه تروما، ممكن تكون نتيجه انفكشن زي البيريكرونايتس، ممكن تكون نتيجه الارثرايتس اللي التهاب المفاصل اللي ممكن يشمل التي ام جي بالذات عند مرضى الروماتويد ارثرايتس، و ممكن يكون نيوبلازم، وممكن كمان يكون من ضمن علامات التيتانوس اللي هو البكتيريا الانفكشن اللي بتحصل نتيجة وجود مشاكل عند بعض المرضى. لو مثلا داس على مسمار قديم ملوث أو كده، ساعات في ناس ممكن يجي لهم تيتانوس، فإذا حصل كده برضو من ضمن العلامات بتاعتها إن العيان بيحصل له تريزمس. فدي كلها الكوزس دي تبقى موجودة في دماغي وأنا بتعامل مع حالة، لو صدفتك حالة عندها تريزمس، وطبعا تبتدي تاخد بروبر هيستوري من المريض عشان تشوف هو عنده أي سبب من دول عشان تقدر تعالجه مظبوط. اللاترال ديفيشن اوف ذا ماندبل برضو ده بيبقى ديورينج الانسبكشن، بتقول العيان يتحرك يمين وشمال، وبنبص ساعات من السوبرا اوربيتال بوزيشن اللي هو من التيب اوف ذا نوز ريلاتيف تو ذا تيب اوف ذا تشين ديورينج اوبننج. ديفيشن تو وان سايد ده ممكن يحصل مع الديجنراتيف جوينت ديزيز زي ما نبهت قبل كده. اللاترال موفمنت ببص للعيان يمين شمال اشوف هل الدنيا مظبوطه ولا في ناحيه بتبقى اكتر من الثانيه. تمام. يقول لحضرتك instruct the patient to move the mandible to the right side and measure the distance between the upper and lower midline then to left side. بيبقى انا بشوفه بيتحرك قد ايه من الميدلاين اثناء اللاترال موفمنت، اقيس زي ما هي المسطره كده بتوريك تحت، ادي الميدلاين انا تقريبا رسماه، وببتدي اشوف الميدلاين بتاع المندبل حصل له شيفتنج قد ايه للرايت وللليفت. ادي الاوسكالتيشن زي ما اتفقنا. لو في فريكشن الصوت بيسموه كريبتس. خلاص. وده ساعات بيبقى مسموع او في الكليكينج اللي هو الطرقعه دي بتبقى واضحه لوحدها. خلاص. ساعات الامننس اللي هو قدام الديسك ده ساعات بيبقى الحجم بتاعه
قليل شوية عند بعض المرضى، أو ساعات باي تايم نتيجة الفريكشن الكتير بيبتدي يقل شوية في الطول بتاعه، فبتلاقي إن الديسك بدأت تعدي فيحصل طرقعة في دخولها وخروجها. تمام، الصوت ده اسمه كليكينج. وأحيانا بقى بيكون فيه فريكشن لما بيبتدي يحصل ديجنراتيف ديزيز، بيبتدي يحصل خشونة ما بين البون كده اللي هو اللي فوق، يعني الكوندايل بتتحرك في الفوصة بتاعتها، يحصل شوية احتكاك. الكريبتس ده بيبقى يتحس اكتر بالبالبيشن. ولو انت عاوز تتأكد ان في صوت او لا، سواء يعني لو انت حاسس ان الموضوع مش واضح، ممكن نستعين بالاستيثوسكوب. ادي الديسك اهي اللي بقول لحضراتكم عليها، وبيبقى فيه قدامها الامينانس زي ما هو واضح اهو. العيان بيفتح وبيقفل، شوفوا المنظر بتاع اول وضع ده، الجو هو كلوزد، ادي الكوندايل اهي وبتبقى الديسك قدامها، ولما بفتح بتبقى الديسك فوق، نهاية الديسك بتبقى فوق الكوندايل. طيب لو حصل ديسك displacement with reduction، ودي اللي بيحصل فيها طرقعة بقى، تلاقي العيان شوف الديسك بقت قدام في الريست بوزيشن، هو كلوزد، بتبقى قدام الكوندايل، ولما يفتح بتبقى متعلقه، ويرجع وهو بيقفل تطلع تاني تعدي الامينانس، فيحصل الطرقعه اللي احنا بنقول عليها. وللاسف في بعض الاحيان بقى بتحصل الديسك ديسبيسمنت وذاوت ريدكشن، ودي بتبقى محتاجه سيرتن مانيبيوليشن عشان نرجعها تاني في مكانها. تعالوا بينا نشوف الخطوات اللي احنا قلناها دي، طرق الاكزامينيشن بتاعت التي ام جي في هذا الفيديو، نشوفه مع بعض. فيديو قصير ومختصر بس الحقيقه يعني واضح. معلش، هو الظاهر لما نقلت الفيديو على يعني على الموبايل مش بيفتح. طيب الاكزامينيشن اوف ذا ماسلز اوف ماستيكيشن بقى، تعالوا نعرف. احنا اتفقنا ان احنا هنهتم اكتر باربعه ماسلز اوف ماستيكيشن: تيمبوراليس والماسيتر واللاترال تريجويد والميديال تريجويد. الماسيتر اهي قدامك، ودي المكان بتاعها بتبقى على الريمس من بره اهي، عضله قويه وواضحه قدامك اهي. ولو انت باصص الصوره اللي على اليمين، الفان بيسموها فان شيب، المروحه اللي هي عامله زي، عارفين المراوح اللي بتبقى في الايد بتاعت اللي بتبقى في افلام الابيض واسود زمان دي، اللي هي التيمبورال. شوفوا بتبقى فين؟ على التيمبورال بون، فواخده الاسم من مكانها، على التيمبورال بون اهي، بتبقى يمين وشمال على كل سايد من التيمبل او تيمبورال بون. وفي عندك بقى الميديال تريجويد واللاترال تريجويد. تعالوا بينا نتكلم على التيمبوراليس اهي، لارج فان شيب ماسل بتوريجينيت من التيمبورال فوسه واللاترال سيرفيس اوف ذا سكال، ده الاوريجين بتاعها. طيب والفايبرز بتاعتها يعني هي جايه من الفوسه، بتنزل داون وورد للزيجوماتيك ارش اند لاترال سيرفيس اوف ذا سكال عشان تديك تندن اللي بيبقى انسرتد في الكرونويد بروسيس والانتيرير بوردر من الاسندنج ريمس. يبقى ده الانسرشن بتاع كرونويد بروسيس والاسندنج ريمس. عشان اختبرها بعمل ايه؟ اول حاجه باي انسبكشن اسك ذا بيشنت تو كلينش. كل واحد فيكم كده هو قاعد معايا دلوقتي، اعمل كلينشنج على اسنانك وحط ايديك في المكان بتاعها، هتلاقيها بت 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 بتبقى يعني ايه تظهر، ولما تعمل تفك الكلينشنج هتلاقيها تبقى ريلاكس التاني. فاعمل كده، ابتدي اعمل كلينشنج وفك كذا مره عشان تبتدي تعرف المكان بتاعها فين. تمام، باي انسبكشن بص الاول بعينيك، يا ترى انت شايف ان في ناحيه مختلفه عن الثانيه؟ لما تيجي تقارنهم ببعض، هل في مشكله عند العيان في اي لون، في سويلنج، في حاجه؟ مفيش، ابتدي مد ايديك زي ما الصور واضحه كده قدامك اثناء ما العيان عامل كلينشنج، عشان تقدر ان انت لما تضغط عليها، لو العيان عامل، لو في عنده هايبر فانكشن في المصل دي نتيجه بارا فانكشنال هابت، هو عنده هابيتوال مثلا بروكسيزما او كلينشنج بيجز على اسنانه كتير، هتلاقي المصل حصل لها اوفر اكزيرشن، تعبانه من كتر ما انت عامل لها كونتراكشن. تمام، يعني اعمل كده كلينشنج معايا اهي، هي كده كونتراكتد. طيب
ايه رايك بقى لو بعض البيشنتس يعني ايه هايبر فانكشن او بارا فانكشن، انا عامل كلينشنج بقى باستمرار بالمنظر ده على طول، فهي باستمرار كونتراكتد، ذيس كونتراكشن باي تايم بيبتدي يعمل فيها حاجه اسمها تريجر بوينتس، مناطق نقط معينه في الفيسينيتي اوف ذا ماسل بتبتدي تفقد الطاقه بتاعتها، وبالتالي تلاقي المريض بدا يشتكي من وجع ويقول لك صداع، وساعات يقول لك ايرلي مورنينج اول ما بقوم العضلات بتاعتي كده متوتره ومتضايقه ووجعاني، وانا ممكن تساله ممكن يكون بيمر بظروف معينه خلته يلجا لهذه الماسلز او لهذه البارا فانكشنال هابت نتيجه التوتر اللي هو بيمر فيه. المهم ان المريض في هذه الحاله هيبتدي يقول لك انا حاسس بالم في العضلات، ووشي يا دكتور دايما مشدود وحاسس انه وجعني العضلات بتاعت وشي نفسها وجعاني، والصداع ده ساعات بيبقى كاركترستيك بالذات ايرلي مورنينج لو العيان عنده بروكسيزم، لانه طول الليل بيعمل بروكسيزم ويصحى الصبح طبعا النت ريزلت ايه، ان العضلات طول الليل كونتراكتد، فهتبقى مانيفيستد الصبح اول ما العيان يقوم. العلامه دي والحاله دي اللي هي اسمها المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم. اجي للماسيتر ماسل، سوبرفيشال بورشن بتاعها الانتيرير تو ثيرز بتبقى arise من lower border of the zygomatic arch، يعني كأن بالظبط التمبراليس وصلت ومن المنطقة دي استلمت منها الايه الماسيتر، فالأوريجين بتاعها في البداية بيبقى من الزيجوماتيك arch. طب والديب portion بتاعها من الميديال سيرفيس اوف ذا زيجوماتيك arch، يعني هي mainly واخدة الأوريجين بتاعها من الزيجوما من الزيجوماتيك arch زي ما انت شايف قدامك كده. بتنزل فين بقى؟ تبقى inserted على اللاترال سيرفيس اوف ذا ريمس اللي هو المكان بتاعها، والكرونويد بروسس والانجل اوف ذا ماندبل، مكانها واضح اهو، وظيفتها ايه؟ بتعمل اليفيشن للماندبل وكلينشنج للتيث، عشان كده الماسل دي من اكتر الماسلز بتبقى افكتد من الكلينشنج. اعمل برضو كلينشنج وابتدي المكان قدامك، حط ايديك اعمل كلينشنج معايا. حسيت بيها؟ اول ما بتعمل كلينشنج اهي. فالمرضى اللي عندهم زي ما اتفقنا بقى ريجولر اللي بيعملوا كلينشنج او بارا فانكشنال هابت بيبتدي طبعا يحصل الكونتراكشن الكتير، بيستنفذ الطاقه، استنفذ الاي تي بي من المسل، ويبتدي تبقى النقط فيها نقط معينه كده تندر لما حضرتك تبتدي تمد ايدك وتفحصها. طيب اعمل لها ايه؟ افحص ازاي؟ اول طريقه باي انسبكشن، اقف قدام العيان وخليه يجز وراقب يمين وشمال، حاسس باي حاجه غريبه بعينيك شوف، مفيش ابتدي مد ايدك، العيان عامل كلينشنج، حضرتك بتبتدي بايديك اثناء الكلينشنج تضغط من بره بطول المسل، او وهو عامل كلينشنج دخل ايديك زي الصوره اللي فوق دي كده في الفيستيبيول، وابتدي حضرتك هتلاقي المسل بقت انت ماسكها بايديك، ابتدي اعملها جنتلي كده، اعمل بالبيشن من تحت لفوق العيان في نقطه معينه، لو هو بيشتكي هيقول لك ايوه يا دكتور هنا في وجع، هنا في الم انا حاسس بيه، سواء بقى عند الاوريجين او عند الانسرشن. الميديال تريجويد الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال، الاوريجين بتاعها من الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد بليت والتيوبروستي. طب وانسرتد فين؟ في اللور ميديال سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا ماندبل، ودي وظيفتها اليفيشن اند بروتراكشن. معايا كده؟ طب الميديال تريجويد اختبرها امد ايدي عليها ازاي؟ دي مدفونه قوي جوه، هجيبها ازاي؟ قال حضرتك هتحط ايدك في اللينجوال فيستيبيول وانزل انزل انزل لحد ما تدخل في اللور جو، لحد ما تدخل لحد الاخر بصباعك، وابتدي اضغط على اللاترال سايد كده ورا هنا، المكان ده تقريبا بيبقى يعني تقدر تحس بالانسرشن بتاعها. طيب اللاترال تريجويد الاوريجين بتاعها بيتقسم الى جزئين، السوبرفيشال هيد بتيجي من الجريتر وينج اوف سفينويد، والانفيريور هيد من اللاترال سيرفيس اوف ذا تريجويد بليت، وهي انسرتد للكوندايل والارتيكولر ديسك، والوظيفه بتاعتها بروتراكشن. والحقيقه لان الانسرشن بتاعها بيبقى في الارتيكولر ديسك، فهي اكتر ماسل لما بيحصل كونتراكشن ليها بيبتدي العيان يقول لك يا دكتور في طقطقه او طرقعه، فكي وانا بفتح وبقفل بيطرقع، انا ما كنتش كده.
انت خلال الفتره دي ممكن يكون السبب يا اما اكلوزال ديس هارموني راح ركب سنه ولا عمل حشوه. خدوا بالكم ان في اياتروجينيك ديفكتس احنا اللي بنعملها يا شباب. عملت حشوه والاكلوز في اكلوزال ديس هارموني، فبدا العيان يركز على النقطه دي في العض، فتخلق له نوع من الهايبر فانكشن او بارا فانكشنال هابت. يا اما هو عنده دي هابت او طرأ عليه توتر ما بدأ يجز على أسنان، ما هي السنان دي يعني بتتحمل كتير الحقيقة. طيب أنا ما كنتش كده وبدأت أطرقع، إدي ماسل ريلاكسنت تلاقي الله اختفت. ليه اختفت؟ عشان الكونتراكشن اللي كان في اللاترال تريجويد اختفى. تمام؟ طب دي بجيبها إزاي؟ قال لحضرتك هنا لازم تعمل جنتل بالبيشن، هتحط صباعك بقى عكس الميديال تريجويد فوق، انا في البكال فيستيبيول فوق، وزق زق 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 عند اما توصل عند التيبروستي اضغط كده ايه لاترال التيبروستي معايا كده، واعملها جنتلي. وخلي بالك وانت بتشتغل عرف العيان، اعرف الاول النورمال ريسبونس، عشان في بعض العيانين هيقول لك اي على اي حاجه، فعشان ما تديش بس اكزامينيشن تيست او التيست ما يديكش نتيجه غلط، ابتدي زي ما بنقول لك شوف المريض الاول ايه الطبيعي بتاعه. المايوفاشيال بين ديس فانكشن سيندروم كده ضمنا احنا اتكلمنا عن اسبابه وعن اعراضه. الاوكلوزال ريليشن شيب طبعا كلينيكالي اشوف واستخدم الارتكليتنج بيبر بتساعدني، او اخد كاست امبريشن واعمل ستادي كاست وجو ريليشن، وابتدي اشوف لو في اي ايفيدنس اوف اوكلوزال انترفيرنس يتصلح. لو في كمان ساعات بيبقى في اوفر اكزيرشن على الماسلز اوف ماستيكيشن مع الناس اللي خلعت البوستيرير تيث وما عوضتهاش خلاص، فده برضو لو موجود لازم يتصلح. دي كلها اسباب الاوكلوجن اذا اختل على طول التي ام جي، اعرف كده ان في الارم، في حاجه حصلت في التي ام جي، هيبقى سكندري هيبقى افكتد على طول معايا. العلامات اللي ممكن تساعدك في تشخيص ان في اوكلوزال ديس هارموني طبعا هتبان بالارتكليتنج بيبر، وممكن تلاقي كمان وير فاسيتس موجوده وبالذات لو كان ايرلي، يعني انا الوير فاسيتس دي او الويرنج بتاع السنان عموما انا ممكن يعني لو الواحد سنه كبر ممكن تحصل، لكن مش طبيعي ان انا الاقيها عند شاب في العشرينات في الثلاثينات في الاربعينات. لما تلاقيه اكساجيريتد اتريشن لا اعرف ان في سام سورت اوف اوكلوزال هايبر فانكشن او اوكلوزال ديس هارموني. الاكزامينيشن اوف ذا نيك سهل جدا، قعد العيان وتبتدي تعمل اكزامينيشن. النيك اكزامينيشن بهتم فيه بثلاثة اناتوميك سايتس، الميد لاين ستراكشرز اللي هي عندك مينلي الثايرويد والثايرويد كارتليج والتراكيا، وعندي السبمنتال والسبمانديبولر جلاندز اللي هي الليمف نودز، وفي عندي في السايد اوف ذا نيك عندك برضو الاسترنوكليدوماستويد والريليتد ليمف نودز في المنطقة دي، طبعا في وراها البوستيرير تريانجل لينف نود، وفي قدامها الانتيرير تريانجل لينف نود، وفي عليها السوبرفيشال سيرفايكال لينف نود، وتحتيها الديب سيرفايكال لينف نود. يبقى انا بالظبط استرنوماستويد دي مهمه جدا. طرق الاكزامينشن تبقى عارفها، يبقى في خريطه في دماغي، انا هفحص باي انسبكشن اند باي بالبيشن. انسبكشن اتفقنا هلاحظ اذا كان في اي تغير في السايز هيبقى واضح بالنسبة لي، لو هي بالجنج وانفليمد وكبيرة في بعض الحالات هتبقى باينة بعينيك. حلو كده؟ أو بإيدي أبتدي أشوف الكونسيستنسي بتاعتها خلاص، وهل هي بالبابل أو لأ، دي أول حاجة. تاني حاجة وات أباوت ذا كونسيستنسي، وهل الأناتوميكال ستراكشرز اللي حواليها هل هي فيكسد ولا بتتحرك فريلي موفبل، لأن كل معلومة وليها الإنديكيشن بتاعها أو الإشارة بتاعتها. خلاص يبقى انا كده ببتدي افحص في ستراكشرز في الميد لاين، وفي في
عندك الليمف نودز اللي هي السبمنتال والسبمانديبولر، وفي عندي الستيرنوكليدوماستويد ماسل والريليتد ليمف نودز، في عندي البوستيرير تريانجل وراها انتيرير تريانجل قدامها عليها السوبرفيشال تحتيها الديب سيرفايكال جروب من الليمف نود. تعال نشوف الاكزامينشن اوف ذا ميد لاين ستراكشر. مينلي عندي الثايرويد جلاند الكارتليج بتاعها والتراكيه. باي انسبكشن وباي بالبيشن يونيلاترال وباي لاترال وباي اوسكلتيشن. اوسكلتيشن للثايرويد. طيب نبتدي نشوف بنفحص ايه وليه. اول حاجه انا عايز اشوف العيان الثايرويد جلاند مهمتي اشوف فيها ايه. يهمني تلاحظ السايز بتاعها يا ابني نورمال ولا اب نورمال، هل هي انلارجد فيبقى في ماس، ولا هي اوفرول انلارجد فيبقى العيان عنده جويتر، لان في بعض الناس لما بيزيد النشاط بتاعها بيحصل حاله اسمها الجويتر، بتبقى الليمف نود كبيره سوري الثايرويد جلاند كبيره في السايز بتاعها، وهنا بيطلع منها صوت مميز يقول لحضرتك الثايرويد ثريل بنسمعه بالستيثوسكوب لو العيان عنده جويتر، بيبقى من المعلومات اللي بتاكد لك ساعات التشخيص بتاع الحاله دي. طب الاول انا عايزه اشوف الحجم، شوف الاوبريتور عامل ايه واقف قدام العيان، هو هنا بيستخدم عينيه ما مدش ايده، يبقى ده انسبكشن. ساعات نيجي في العمل ونديك صوره زي دي واقول لك عرفني الكلينيشن او الاكزامينر هنا بيعمل ايه، او اقف معاك على الحاله واقول لك اعمل لي يا ابني انسبكشن للثايرويد جلاند. الانسبكشن للثايرويد جلاند لازم عشان تعمل انسبكشن ضرول انه التشو او الاستراكشر اللي انت عاوز تفحصه لازم تحط العيان في وضع يبقى هذا الاورجان قدامك فتقدر تشوفه بعينيك، يبقى طبيعي العيان هيرفع التشين لفوق عشان تبقى شايف رقبته وتقف قدامه، خلاص ما يبقاش عامل تيلتنج انتيرير تيلتنج للتشين، لا انا ارجع راسه لورا واقف قدامه بس اشوفها الاول. تاني حاجه اقول له خد شويه الميه دول وابلع ريقك، ابلعهم عشان تشوفها وهي بتتحرك، هي بتتحرك في النك، الاخبار ايه، هل نورمال ولا انت حاسس ان في اي حاجه ابنورمال ظهرت ليك، لان ممكن يكون حاجه زي كده اما تقف تلاقي المنظر ده، وده يبقى معناه ان في عندي لارج لوب من الثايرويد جلاند، خلاص ده طبعا الليفت سايد يبقى ده اللارج ليفت لوب، ساعات بيبقى فيه تيومر. خلاص ادي الجويتر اللي بقول لكم عليه ثايرويد انلارجمنت، وهنا غالبا هتلاقي العيان ده عنده كمان اكزوفثالموس. خلاص هبتدي. طيب لو انا عايز اعمل بالبيشن عشان اتاكد اعمل ايه، ابتدي بقى مدي ايدك تقف ورا العيان ده الافضل، وتخلي العيان وتبتدي تمسك زي ما انت شايفه كده، خلاص وساعات يقول لك اقف قدام مفيش مشكله، بس يعني الوضع ورا بيبقى افضل شويه، خلاص تقف وراه وبايديك تبتدي تعمل بالبيشن عشان تشوف يمين وشمال ايه الاخبار، لا الناحيه دي انلارجت شويه، لا الناحيتين زي بعض، لا اوفرول هي كبيره فعلا. خلاص اهو واقف وراه وابتدي من تحت لفوق كده، الاول اشوفه وهو ثابت وبعدين اقول له ابلع سواء ميه او ابلع ريقك معايا عشان ابتدي احس انت احسها وهي بتتحرك، خلاص سواء تقف وراه او قدامه وتضغط مره يمين وترخي الشمال وتضغط مره شمال وترخي اليمين وتضغط بعد كده بالاتنين بطولها عشان تبتدي تشوف لو في اي مشكله تقدر ان انت يعني تلاحظها. ادي الاستيثوسكوب، لو انا شاكك ان العيان عنده جويتر بيقول لك بيبقى فيه صوت مميز اسمه ثايرويد ثريل، فدي الطريقه استيثوسكوب. خلاص من الحاجات الابنورمال اللي ممكن تظهر في النك حاجه اسمها الثايروجلوسال داكت سيست ريمننتس من الثايرويد جلاند، هي في الاول على فكره اصلها ما بتتكون بدايه رحلتها بتكون ثايرويد تيشو بيبقى موجود في البيز اوف ذا تانج كده وبعدين يبتدي ينزل لمكانه، عند بعض الناس بيفضل ريمننس منها فتبتدي يحصل لها بعد كده سيستيك ديجنريشن وتظهر لك بالمنظر ده. خلاص
ايوه زي ما بقول لك اهو، البوزيشن بتاع الفايروجلوسال سيست مشاوره لك اهوت، طلع منه 3 اسهم، لان هي اساسا بدايه رحلتها بتبقى فوق من عند فورامين سيكم كده، اما تيجي المفروض انها بتنزل بعد كده كلها لتحت. شوف مكان الفايروت جلاند فين، تحت خالص اهي. فالونج هذا الطريق ممكن يفضل ريمينانس يحصل لها بعد كده سيستيك ديجنريشن. اكزامينشن للتراكيا، التراكيا طبعا بتبقى ورا الثايرويد، فانا بحاول اني من تحت كده واضغط تحت، وكاني بالظبط بيبقى المكان بتاعها تحت الثايرويد جلاند. فبرضه بتحاول بايديك ان انت تشوف لو في اي مشكله في يعني في الانسجه. اجي بعد كده للليمف نودز، طبعا عندك السبمنتال ليمف نود، في طريقتين للفحص بتاعها، اما باي انسبكشن، هخلي العيان يتلت الهيد باكورد ويرفع للتشين كده اشوفها بعيني، او ابتدي العكس بقى. هنا بقى ده البالبيشن، البالبيشن وضعه عكس الانسبكشن. البالبيشن لا، يتلت انتيرير عشان تبقى الماسل اللي تحت او اللي هي عند تحت التشين من في الفلور اوف ذا ماوس ريلاكسد، فابتدي امد ايدي واحس ان بتوين. وبنعمل حاجه اسمها رابنج، يعني بضغط الماسل اجينست البون، فان بتوين لو السبمنتال ليمف نود بالبابل هحسها. ادي السبمانديبلر، ببتدي سبمانديبلر بيبقوا 3 يمين 3 شمال. طيب لو انا عاوز اعمل بالبيشن على طول انهي سايد يمين، يبقى العيان يتلت دماغه للناحيه اليمين عشان الماسلز تبقى ريلاكسد، وحضرتك تمد ايديك. شوفوا الراجل رابينج، يعني انا بالظبط بضغط السوفتش واجينست البون. ان بتوين حاسس بحاجه هتقولي. طيب لو انسبكشن العكس، هتخلي الراجل اللي هو الشاب اللي قدامنا ده يحرك دماغه الاوبوزيت سايد عشان تبقى الماسل كونتراكتد، وتقدر ان انت تبقى المنطقه بالظبط كانه يعني افتح المكان لي، افتح المجال عشان تشوف. لو هو كده انت عمرك ما هتعرف تشوفها. لا العكس بقى، يرجع راسه لورا وتو ذا اوبوزيت سايد، يعني ده ايه، انا عاوز الرايت سايد يحرك دماغه شمال ولورا، فتبقى حضرتك قادر ان انت تقف قدامه وتشوف لو في اي بالجنج لينف نود اهو. وادي عند حضرتك، ادي السبمانديبولار لينف نود، دي باي انسبكشن واضحه اهي. اجي للسايد اوف ذا نيك، طبعا عندك الكينج المصل المهمه جدا الاسترنوكليدو ماستويد، اللي هي جايه من الماستويد بروسيس لحد الكلافيكل. العيان عشان تشوفها لازم تخلي العيان يشفت الهيد تو ذا اوبوزيت سايد، فهي بتبقى كونتراكتد، تبدا بايديك تمسكها كده ومن فوق لتحت. هي نفسها كمصل ممكن يكون فيها بين خلاص نتيجه اي مشكله في البوزيشن او هايبر فانكشن او بعض المشاكل في الفقرات هتاثر فيها. طيب لو انا عايزه اختبر الليمف نودز اللي عليها، حضرتك مش هي كده مشدوده، اضغط عليها من فوق هتلاقي السوبرفيشال ليمف نود تحت ايديك. اضغط زي الصوره اللي على اليمين تحت اللي هو الولد اللي فيها صوره الولد عشان تشوف تحت في المكان ده كده عندك اللي تحتها الديب سيرفايكال ليمف نود، قدامها الانتيرير اللي هي تريانجل ليمف نود، وراها البوستيرير تريانجل ليمف نود. خلاص يبقى انا هنا كده بشوف الانتيرير تريانجل ليمف نود اهي قدام الاسترنوماستويد خلاص، وكده الديب سيرفايكال زي ما اتفقنا. بس الليمف نودز احنا كده اتكلمنا عنها كمان، ف كده احنا نعتبر غطينا الاكسترا اورال اكزامينيشن. تحت امركم في اي اسئله، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. سلام عليكم.